مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الـ MTV. ما بدي زيد على قلوب الناس وانه الجوع والفقر عم بزيد، ولكن اللي بدي اقوله انه حتى نقدر نطلع من هالمرحله بدنا نتضامن، بدنا نتقاسم اعباء، ولكن اذا بدنا نتكل على دوله وعلى حكومه لحتى الساعه 100 يوم او 200 يوم مش بالايام، انما بالنيه وبالعمل الفعلي، هذا اللي ناطرينه الناس، لأنه شبعت على سنين وسنين وعود. ما فينا نقول لحكومة جديدة كبسة زر، ولكن أقله تحسس المواطن وبعد في قيمة لهالليرة، تحسس مواطن أنه بعد في حدا عم يسمع صوته، تحسس مواطن أنه بعد في حدا عم يشتغل حتى يقدر يستمر ويعيش بكرامته بهذا البلد. مش مطلوب أكتر من هيك. معلومة في معلومتنا لليوم، لأنه الجسم الطبي والاستشفائي والتمريضي عم يتعرض من أشهر لاعتداءات وصلت لحد الضرب والعنف الجسدي، طاولت أطباء، طاولت ممرضات وعاملين في مستشفيات، إضافة لحوادث السرقات في الصيدليات بمختلف المناطق اللبنانية، من الهرمل إلى زحلة إلى عكار إلى طرابلس فالنبطية، مما يشكل إساءة موصوفة للأطباء والممرضات والصيادلة والمستشفيات والعاملين الصحيين، وبتعرض رسالتهم الإنسانية والمهنية وبيتجاهلوا لها رغم المخاطر اللي عم يتعرضوا لها والتضحيات اللي عم بيقدموها، وصارت واضحة خصوصا مع جانحة الكورونا يلي اليوم عم يجتازها لبنان والعالم. من هيك استنكارا لهذه الاعتداءات، فاليوم بين الساعة 12 والساعة 1 بعد الظهر كان في طلب إلى السلطات القضائية والأجهزة الأمنية المعنية الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الجسم الطبي واتخاذ إجراءات لحماية الأمنية ضرورية. فنقابة أطباء بيروت والشمال ونقابة الصيادلة ونقابة الممرضات والممرضين ونقابة المستشفيات دعوا لوقفة تضامنية اليوم، ونحن أكيد يعني منشد إيدنا على إيده ومنقول مفروض طبعا اليوم وضع حد لهذه الاعتداءات حتى يكملوا رسالتهم الطبية والإنسانية يلي طبعا الكل بحاجة لها. وكانت نقابة الأطباء أعدت مشروع معجل مكرر لمحاكمة المعتدين على الجسم الطبي، وبالتالي بنتمنى ياخذ طريقه إلى المجلس النيابي وأيضا يصير في حد إذا لهذه الاعتداءات. من المسؤول؟ اليوم 22 أيار هو يوم مقدس، لأنه يوم القديس شربل ويوم العيد القديسة ريتا طبيب السماء، وقديسة ريتا اللي هي شفيعة الأمور المستحيلة، فنعمة من السماء. وبعرف قديش اللبنانيين متعبدين خصوصا للقديسة ريتا وللقديس شربل. بدي عايد طبعا كل يلي بيحملوا اسم ريتا اليوم، ومنهم ريتا مخلوف بروديوسر البرنامج، بدي قلها يعطيها العافية ويعطيها الصحة، كل يلي اسمه ريتا إن كان بالإم تي في ولا خارج الإم تي في. ولكن اليوم حبيت مثل كل سنة وعلى مدى سنين مع الحل عنا عبر الإم تي في إني ضوي على بيت ريتا هالصبية الحلوة يلي فقدت الحياة ولكن بقيت مستمرة مع عائلتها، مع أهلها، مع أصدقائها، مع محبينا، ببيت بيساعي الكل، بيساعي الفقير، بيساعي اليتيم، بيساعي المريض، بيساعي المعوز، بيساعي طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة، وبساع أيضا العمر الثالث. فنوال صليبة أم ريتا واللي هي دايما حاضرة إن كانت معنا بالمساعدة الاجتماعية بالبرنامج وإن كان الخارج، دايما على السمع لصوت الإنسان يلي بنادي. أنا بدي أقولك اليوم بيت ريتا يمكن عم يستذكر ريتا، ولكن بيستذكرها بفرح، لأنه اللي طلبته ريتا أنتو عم بتقوموا فيه من مساعدات. نوال بونجور، يعطيك العافية. بفهم اليوم طبعا لأنه ملتزمة التعبئة وملتزمة البيت، ولكن كمان ملتزمة القضايا الإنسانية اللي وصلتك فيها ريتا ببيت ريتا. يعني قدر الإمكان، تعرف الظروف هلا قدر الإمكان، بس ما فينا نوقف، وخاصة مثل هالوضع اللي نحن عايشينه
بهالمناسبة بعيد سانت ريتا أكيد شفيعت الأمور مستحيلة، بدي أعيد كل صبية اسمها ريتا وبنوتة الكبيرة بنت ريتا بدي أعيدها من هون من عندكم من شاشتكم الام تي في، كمان الام تي في بدي أعيدها، وبدي أعيدك أنت على هالبرنامج اللي بجنن يلي قريب لقلوب هالناس عن جد، ومن عندكم من الام تي في بيوصل الصوت حتى لو كانوا بعيد كثير اللي تركونا، وهن اكيد قطعه من قلبنا من خلال هالعمل الانساني اللي بنقوم فيه جمعيتنا، هو عمل بنعتبره حاجه لمجتمع اليوم حتى نكون عم نشوف بعيون الله ونعمل حسب رغبته ورغبه قلب الرب. بنعيد الكل ورح نضل نآمن ونضحي كرمال هالوطن حتى ايد بايد ومن كل قلبنا بنتعاون سوا. مدام ريتا بعرف الحاجات عم بتزيد، ومثل ما قلت اليوم الجوع عم بيزيد، الفقر عم بيزيد عند الناس، وبعرف انه اللبنانيين عندهم من نفسهم يعني بضمهم لاخر رمق بدهم يعيشوا بكرامتهم، ولكن الظروف مرات بتعاكس ومش عيب انه يد بيضاء تمتد لإلهم. قديش عم بتزيد الحالات يلي عم بتواجهوها اليوم انتو وغيركم من الجمعيات طبعا يلي عم تتعاطى بشكل يومي مع الناس؟ مدام ربيكا يعني سبق وقلنا انه هلا الظروف كتير يعني ما بقدر قلك اصعب، صرنا 15 سنة نحنا نعم لهالسنة بيصيروا 15 فاتحين بيت ريتا، يعني ما مرق أبدا علي مثل هالظروف اللي عايشينه نحنا. لكل الجمعيات عم تشتغل، أنا أكيد نحنا بنشكرهم أكيد ومنعطيهم القوة يا رب للكل، بس كتير في وجع، الوجع أنا بتأثر كتير فيه يعني بكل نشاط، صدقيني مش عم بقول لا أحكي، بكل نشاط أنا بقعد جمعة بالبيت لحتى أمحي جزء بسيط من اللي شفته من اللي حسيته، لأنه بالنهاية نحنا بشر، نحنا بشر بشر ومنتأقلم بوجع. تصوري يعني تكوني عم بتحسي بشخص، نحنا مش رايحين نعمل دور تمثيلي أكيد، بس بيجي معي على البيت ولعائلتي بقى بنزوي شوي لحتى نخفف، بس إن شاء الله إن شاء الله بتمنى بتمنى يكون هالوضع على النهاية يعني إن شاء الله يا رب مثل ما بيقولوا إن شاء الله. هذا الوباء يلي شاغل العالم كله وحابس العالم كله بمر على خير وسلامة، وإن شاء الله الأمور بترجع تدريجيا لحياتها الطبيعية حتى الناس توعى كمان، لأنه بنعرف أنه اليوم ظروف صعبة إن كانت معيشية ولا اقتصادية، ناس بحاجة لدواء، ناس بحاجة لمستشفى، ناس بحاجة لأكل، عم نشوف في كتير ناس ما عندها بقى تشتري لقمة الخبز. أنتم مستمرين بمساعدتكم كبيت ريتا قدر المستطاع قدر الإمكان؟ عندكم عراقيل معينة؟ صراحة عراقيل أكيد، لأنه ما فيك تسحبي شيء من البنوك يعني كجمعية، طبعا عنا حساب خاص نعم لبيت ريتا، ما عم نقدر يعني. أول شيء كمان بدي أقول تحية للكريديت بانك يلي هو فيه يقول الوحيد بهالجمعية عن نطاق المال الخاص نحن يعني كشركة وكحساب لريتا، وكريديت بانك بيقدم لي الجزء من الأقساط الجامعية، بدي أقول له ميرسي للسيد طارق خليفي وشركة، ونفس الوقت هيك منه بيسمع كمان يضبطولنا شوي هالقصة إنه بدنا نسحب مصاري لنشتغل مش نسحب لحتى نشم الهواء فيه يعني اليوم الجمعيات الخيرية والإنسانية اللي عندها طبعا حسابات، لأنه في كتير ناس بتحب تتبرع لهالجمعيات يلي عندها ثقة فيها ويلي عم بتقوم بواجبها تجاه قدر الإمكان حد الإنسان، إن اليوم ينفسح مجال يقدروا يسحبوا حتى يقدروا يساعدوا، يعني هيدا نداء بتطلقيه اليوم مثلك مثل كل الجمعيات يلي اليوم إذا ما كان بإيدها في مال ما بتقدر تساعد، لأنه مريت يمكن مش بالمال وحده، لأنه حتى تشتري يمكن دواء حتى تدخل مستشفى، ذكرت كتير من الأمور لأنه بعرفك وبتابعك، وأنا بشكرك لأنه من يومين كمان أرسلتي مبلغ من المال ووصل للأشخاص اللي لازم يوصل لهم، أنت بشكروك يعني أنا رح انقلك شكرون حتى أقول أنه عم تعملي المستحيل حتى تقدري دايما تكوني حاضرة إلى جانب الإنسان. أنا بدي أقول لك ريتا دايما حاضرة، بيت ريتا دايما حاضر، وإن شاء الله
كمان يعني بيكون دائم هالمساعدة هاليد البيضاء اللي عم بتقومي فيها مع كل معاونيك بكل هيك تجرد وشفافية، وإن شاء الله كمان بيكون في إفراج عن هذه الأموال ليروحوا للناس يلي أصلا لازم يروحوا لقلهم هن المعوزين. ما بعرف إذا عندك بعد شي تقولي مدام نوال صليب، بس أنا حبيت حييكي بهالنهار بالذات، أشكرك باسم الناس اللي دايما عبر البرنامج أنت حاضرة حتى تساعدي قدر الإمكان خلال بيت ريتا، وحتى أقول أنه ما خليت بعد الأمور الإنسانية الحمد لله. كمان أنا بدي أشكرك مدام ربيكا عن جد، أول شي من خلالك أنا من خلال هالبرنامج الحلو اللي عم نقدر نساعد أشخاص أكثر من ما أنا عم بشتغل مع هالجمعية، وقلب الكبير يعني أنت إليك فضلك كمان كبير، لأنه بتعرفي قديش لبنان بحاجة لبعض الأشخاص إنه نحط إيد العون معهم. إليك فضل أكيد، ولهالبرنامج الحلو ياريت الكل بيعملوا هيك برنامج. أنا بشكرك لإلك، وشو بدي أقول بعد، بعيد الكل وبعيد بنتي، والسنة صادف إنه على الام تي جي، يعني ولا مرة بتنسيني أبدا ولا بتنسى ريتا، لأنه ولا مرة نسيتي أي نداء إنساني بيقطع على البرنامج من هيك أقله بهالنهار هيدا. إن نحن نشكرك ونقول لك شكرا باسم يلي طبعا عم توصلوا المساعدة من عندكم بيت ريتا، وحتى أقول شكرا لكل الأيادي البيضاء اللي عندها ثقة بهالبرنامج، وإن شاء الله الله يقدر الجميع ليكون إلى جانب بعدنا بهالظروف الصعبة. أنا برجع بعيدك من جديد وبقول لك ريتا من السماء عم بتشوفنا، وما في شيء مستحيل إطلاقا إذا كان في إرادة طيبة وإذا كان في محبة، وإن شاء الله بتبقى دايما. نوال صليبة، لإلك ولعائلتك ولعائلة بيت ريتا بنقول لك شكرا لإلك. طبعا مشاهدينا نحن ببرنامجنا عم نتلقى كثير من الاتصالات تحت الهواء، مرات ناس بحاجة لأدوية، ناس بحاجة لاستشفاء، ناس بحاجة للقمة الخبز. بعرف في كثير من الجمعيات يلي عم بتساعد، بس بعرف كمان انه في ناس ما عم يوصل شيء، ما بعرف ليه، يعني يا موجهة لبعض الأشخاص بيوصلوا مساعدة واثنين وثلاثة، ولكن بالمقابل في كثير ناس كمان بعد مهملين ما وصلن ولا أي مساعدة. فأنا بتمنى يكون في أكثر سهر، أكثر يكون في عين سهرانة أكثر، خصوصا بالبلديات وبالبلدات وبالقرى وبالأحياء. يعني مش عيب بهالأيام إذا حدا بيعرف حدا هو بحاجة لشيء إنه يخبر، إنه يساهم، وإذا مش بقدرته يوصل. متابعة بمتابعتنا لليوم بدي أقول طبعا تأمين الكهرباء بعده مستمر لحين ما تعلن كهرباء لبنان عن إصلاح أعطال المجموعات، ولحين ما كمان يكون عندنا جواب شافي حتى نقول للناس أنه صارت عم ترجع الكهرباء، لأنه بعده التأمين قاسي ببيروت وبغير بيروت. كمان بدي أقول أنه بالنسبة للمازوت اليوم في بعض الشركات مشكورة يلي عملت إعلان وقالت يلي حتى وما كنتوا زبوناتنا، خصوصا لاصحاب مولدات الكهرباء ان كان بالمتن ولا بكسروان ولا ببعض المناطق يلي هددت انه ما بقى عندها مازوت بدها توقف موتوراتها، هالشركه طلبت يتصلوا فيها حتى تامن لهم مازوت لما يوقفوا موتوراتهم. يعني هي شغله كثير مهمه، لانه احتكار اليوم ماده حيويه مثل ماده المازوت مش مسموح، وايضا التهريب مش مسموح، لانه في بلد بده يستمر في مال خزينه معينه، طبعا الشعب اللبناني مسؤول عنها، هيدا ماله مش مفروض يتهرب ولا مفروض يروح الى مناطق او بلدات تانيين او بلدان تانيين، لانه موجود حتى يكون لاهل البلد، لانه من دم قلبهم هالمره، للحقيقه من دم قلبهم. فان شاء الله انه بهالتكاتف هيدا نحن كلنا بنقدر نطلع شوي شوي من كل الازمات. اتصالاتكم على 04444444 باخذ اول اتصال لليوم. الو الو تفضلي. بونجور مدام. بونجور مدام، بس بدي استشيرك بشغله بخصوص اجار المحلات. هلا مثل ما بتعرفي حضرتك صار لنا 3 وقت ما بلشت الكورونا وتسكير البلد ما في شغل، اصحاب الملك عم بيطالب، صاحب الملك عم بيطالب بالاجار، نعم، وقلنا له ما في شغل، شو الحل؟
ليكي على صعيد رسمي ما طلع شيء، إلا يمكن طلع هيك رأي لوزير الشؤون الاجتماعية، وما كان يعني ما تلقفوه إذا بدك، لا الملكين تلقفوه هيك بشكل تلقائي ولا انبسطوا باللي قالوا. اللي بدي أقول لك، هي دايما عم بتصير العلاقة بين المالك وبين المستأجر، لأنه كلنا شايفين وقاشعين إنه البلد متوقف، خصوصا الاقتصاد، المؤسسات، الشركات، يعني كلنا لازم نساهم مع بعضنا، نتقاسم الأعباء خلينا نسمي، لأنه هذا اللي بينطبق على حالتنا اليوم. يعني المالك اللي اليوم عم بيشوف أنه مسكرة هالشركة أو هالمؤسسة أو هالمعمل أو هالدكان أو شو ما كانت، أكيد لازم يراعي إلى حد ما ظرف، إذا ما قبل يعني ما ياخد الكامل إيجار، أقله نصه، أقله ربعه، ليضم فيها العلاقة الإنسانية. ما في إلا بهالطريقة بنقدر نحنا نتخطى هالأزمة هيدي، لأنه إذا الإنسان ما اشتغل، أوكي يمكن إذا مجمع بيسكر أول شهر وتاني شهر، ولكن نحنا قلنا نشباط لهلا، يعني بعد أزمة والتعبئة للكورونا بعدها مستمرة ولسبع حزيران، يعني عم نطلع تدريجيا صحيح، ولكن اليوم ما فيها القوة الشرائية وكلنا شايفين. أنا بتمنى بكل محبة بكل وطنية إنه يصير في تفاهم بين المالك والمستأجر حتى نقدر نقطع هالمرحلة، مثل ما مفروض تتقاسم كل الأرباح لنحافظ على الجميع. صراحة أنا بتمنى هالشي من كل قلبي، أما على الصعيد الرسمي ما حدا بيقدر يلزم حدا، عرفتي؟ بياخد اتصال تاني. ألو، يعطيك العافية. أهلا مسيو مدام رابيكا. نعم، تهلي العبي يحكي. أهلين. يعني أتقولي عن الشركة اللي بتوزع مزود، أنا اتصلت فيهم. نعم، على بكرة. نعم، قلت له المنا مضغوط على منطقة علاي. نعم، جبل. نعم، فقال ما فينا نعطيكم، ما فينا نعطي هاي المنطقة، بنعطي بس كتروان والمتن. نحن مطوعين من المضغوط من أول امبارح. عندكم موتور كهرباء؟ عندي موتور كهرباء، أنا عطول بتصل فيك رفعت. أي أهلا أستاذ رفعت، أهلا. كيف؟ نعم، فيش إلنا شكوى غيرك صراحة، يعني ما مش معقولة هيك، مش رح نقدر نكفي. يعني نحن صراحة وزير الاقتصاد عم بيقول بده يحبسنا، فانا عبد العي خليه يجي يطلع يستلم الموتورات، خليه يطلع ياخذ الموتورات منا او يحبسنا ما نطفي الموتورات، نقعد بالبيت بالحبس احسن لنا، شربين نايمين. يعني استاذ رفعت والله عم بسمعك وعم بسمع كتار، يعني عم يتواصلوا معنا تحت الهواء وعلى الهواء اصحاب مولدات، عم يحكوا انه اقله اليوم يعني التعرف اللي عم بتصير من قبل وزاره الطاقه ما عم بتكون عم تلائم الواقع، يعني اللي عرفته باخر تسعيره صارت الشهر الماضي انحسب المزود ب 8100 ليره، انتم اشتريتوه بالسوق السوداء ب 12000، ولكن موضوع مش بس موضوع فاتوره مزود، في صيانه، لانه بعرف كمان اذا الموتورات ما انعمل لها صيانه بيصير فيها مثل ما صار مجموعات كهرباء لبنان، يعني هونيك في فيول مغشوش وما بعرف المزود كيف عم يوصل لكم. خلينا نكون واعيين وخلينا تكون يعني اي تسعيره اليوم تلائم الجميع، ما توقع حدا بخساره. هلا هذه الشركه ما رح اذكر اسمها انا، بس انا شفت الاعلان يلي عاملينه، قلت انا كتير منيح اقله، يعني في حدا بعد عنده شويه رحمه وعنده مزود وعم بيقول انا بعطي، بس انه يحدد للمناطق هيدا اكيد يعود للشركه. وكان انا بدي احكي وزاره الطاقه مباشره وبدي اقول لها اذا كنت لا قادره تعطي كهرباء اللي انت وصايه على كهرباء لبنان لاسباب فيول مغشوش، فتح اعتماد، عدم توفر المادة، مجموعات معطلة، انت مسؤولة، ولكن ما فيك كمان هذه كميات المازوت راح تهريب على عين كل اللبنانيين، ونحن نحرم اللبنانيين من الكهرباء لأنه مش عم نقدر هيدي المادة، ما بدنا إياها نحن للأشياء هيك الكمالية، ما حدا بده مازوت للكميات، بدنا مازوت لمولدات الكهرباء، بدنا مازوت إذا كان في سقعة لهالناس تتدفى. اليوم الحمد لله عنا شوب كتير، ولكن هذا المازوت مع سعره الملائم ممكن إنه يتوفر لكل المحطات ولكل مولدات الكهرباء ولكل المصانع والمعامل يلي بتعتمدوا، وإلا كيف بده يمشي البلد؟ هيدي جريمة بحق الناس وبحق البلد، إنه لا كهرباء 24 وتأمين كهرباء قاسي، وكمان والدات ما بيتأمن لكهرباء، شو هالقصاص الكبير على الناس؟ مين بيحمله؟ ضمير أي مسؤول بيحمل هذا الموضوع؟ أنا هذا سؤال بدي أسأله لكل الناس. بناخد فاصل وبنرجع منتابع.
منتابع الحلقة عنا بياخذ كمان اتصال. الو 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 مرحبا. اهلا مرحبا. بس لو سمحتي في عندي موضوع كثير حساس صارت تحكي فيه بان احنا برنامج الاسر الاكثر فقرا. نعم نعم. مدام ريبيكا نحن قلنا 5 أشهر بنبلش بالسادس بدون قبض، بتعرفي الوضع الصعب اللي عم يقبض مصاري مش قادر يعيش، اللي عم يقبض راتبه مش قادر يعيش. علما انه نحن راتبنا بيمثل 900,000 ليرة. قلنا 5 أشهر وبنبلش بالسادس مش قابضين ولا اذان، ما حدا عم يسمعنا. ما حدا معبرنا. انتوا يلي مش لبنانيين. انتوا بتشتغلوا بالمراكز الخدمات ما هيك؟ مزبوط مزبوط. قلنا 5 أشهر مش قابضين. ما عارفين انت منقبض. عندي علما. نعم تفضل. علما انه الكونترا اللي لنا كل 3 أشهر لنا 11 سنه، كل 3 أشهر بيطلعوا لنا فيه بجددوا لنا اياه كل 3 أشهر، لنا شهر صار لنا شهرين كمان خاطر الكونترا مش معروف مصيرنا شو. ومريت بتعرفي من شهر واحد اذا 800,000 صارت تمثل هلا $150 عفوا بكلمتي. لا معك حق. اجار مساعده منزل، مساعده منزل اجارها هلا $200، نحن بفهم $150. معك حق. ما حدا سمعنا ما حدا حاسس فينا. نحن حاطينها بعهدك مدام ريبيكا. بتمنى تتابعينا الموضوع صراحة لأنه ما عاد فينا نتحمل. صراحة أنا عم تابعه عن كثب وقلت آخر مرة وزير الشؤون كان واعد بحزيران، يعني أنا بدي ناطرة جواب حتى أعطيكم إياه لأعرف يعني أي متى، لأنه كتار عم يحكوني من كل لبنان من كل المراكز إنه 5 أشهر كيف بيكملوا حياتهم، يعني ما بقى في حدا يدينهم. بتعرف الوضع، بتعرف الوضع 100% وما في حدا يدينهم، يعني هيدا اللي قالوا لي البعض. قال لي طب كنا نتدين، هل ما بقى حدا يديننا؟ لأنه قد ما وياكل معك حق 100%. يعني انا كمان بتفاجئ يقولوا لي انه بس 50% زادت الاسعار، لا زادت 300%. عم نروح على السوبر ماركت وعم نفوت على التكين، من ابسط الامور عم نشوف قديش تراكمت على الناس، ما نحن قادرين بقى ابسط امور يشتروها ما قادرين يشتروها. معك حق، وكانه عايشين المسؤولين بوادي ونحن بوادي اخر. ان شاء الله يعني بعد وقفه العيد، عيد الفطر ينعاد عليك وعلى كل اللبنانيين، بنقدر نعرف. كنت بتمنى قبل عيد الفطر يا ريت اذا بيفرجوا عن هالمصريات بيكون كتير منيح، لانه هذا حق، ما حدا يمننكم، هذا حقكم. والانسان اذا ما قبض راتبه يلي هو بتعبه، يعني ما حدا يمننكم ابدا بتعبكم. بتمنى واذا عرفت اي شيء اكيد رح اعطيكم الجواب ان شاء الله على الهواء. باخذ كمان اتصال ثاني. الو 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 اهلا مسيو تفضل. بونجور مدام ريبيكا. بونجور. عندي مشكله بس بلفت فيها نظر هيدا، بركي بيعملوا لنا حل. نعم. انا رجال عمري 65 سنه ماني قادر اشتغل، عندي هالمحل ورتين وعم بيي، عم اجرب $500 لما اجت هالازمه بعدهم عم يدفعوا لنا هالشيء، يعني صار قيمته $150، ومريض سكري ومريض ضغط ومريض كبد ومريض كل هالاشياء، يعني يعملوا حل وسطي هالشيء، ما قادره لا تتفاهمي مع المستاجر ولا قادره تعملي شيء، يعني يعملوا حل بهالدوله اللي بتديلهم نظرهم انه اي شيء يعملوه يعملوا حل وسط بين يعني ما يوصفوا المستاجرين اكلوها المالكين. يعني أنا هذا اللي عم بحكي، لأنه حدا قبلك اتصل عم بقول بده واحد يتقاسم الموضوع. يعني إذا اليوم كلنا عارفين شو هو الوضع، كلنا عارفين وضع اليوم قيمة الدولار لما بده يروحوا يشتروه ب4,000 ليرة يعني كمان، وإذا كان مسكر المحل وما عم يعني ما عم بفوتوا مصاري حتى يدفعوا، يعني اللي عم يشتغل قد ما بيشتغل بيقدر يدفع، بس إذا اليوم في إقفال بسبب التعب مفروض على الدولة تعوض بمكان ما، لأنه المالك ناطر هالقصة هيدا اللي هو حقه كمان هالأجار حتى يكمل حياته فيه، وهالمستأجر إذا ما طلع مصاري كيف بده يدفع؟ يعني الكل بنفسين يعني كلنا واقعين بنفس المشكلة. من هيك فلتحسم أمر الدولة وتعمل شوية حلول، تعمل مساعدات، تساهم أكتر. يعني سمعونا 400,000 ليرة مشكور الجيش اللبناني، ولكن اليوم وين صارت 400,000؟ شو بعد بتعمل ولمين وصلت؟ لا عنا صندوق بطالة ولا يعني فيها الجمعيات، فيها الأيادي البيضاء يلي عم بتساعد كتير منيح، بس نحنا بدنا استمرارية. بيدفعوا عنك مرة وتاني مرة وتالت مرة، بيأمنوا لك دواء وبعدين ما فينا نكمل هيك إطلاقا، ما بنقدر نكمل هيك، بدها آلية محددة. يعني إن شاء الله معك حق، يعني أنت كمالك قلبك على المستأجر والمستأجر منه قادر كمان، يعني واحد بدنا نكون إنسانيين وواقعيين، هي أهم شيء واقعيين.
كمان باخذ اتصال. الو This is a recording. ممكن نقطع الخط. ايه اهلا مرحبا مدام ربيكا. نعم انا بطيف كل سنه بحمدون. نعم ونطلع السنه رح نطلع بهالوقت لانه صار في الكورونا وما في مدارس يعني نبلش موسم الصيف قبل بوقت. مزبوط بس كل سنه على نفس المشكله فوق بحمدون ضايعه ما بيحولوا المي. يعني صار هلا 15 يوم ما اجت المي. تلفن على شركه المي ما في اي هن ببلشوا يحولوها من حزيران؟ لا لا هن لازم يحولوها عادي مثل كل المناطق مش بيحولوا كل يومين ثلاثه المي فوق بالضايعه ما بيحولوها. يعني هلا ما في مي بحمدون؟ صار لها اكثر من 15 يوم ما اجت. اوكي انا افتكرت انه موسم الاصطياف في ناس بتاخذ يعني لانه بعرف في بعض الضياع عندهم هن مي بيعطوها غير انه المياه كبيروت او مياه فهمت علي مش مياه الدوله. فكرت انه بعد ما داروا المي لان بعد ما بلش الموسم بس لا انا رح شوف مع مياه بحمدون ليش في قطع مي 15 يوم لتبع ما في مي. هلا يمكن اكثر كمان. هلا نحن اتصلنا بميناء مياه حمدون قال لازم نحكي مع مياه بيروت وجبل لبنان. يعني اوكي خليني اشوف شو الوضع. بس هي المشكله صار لها سنين يعني بصراحه بس السنه لانه ما بقى فينا نتحمل يعني عندنا مصاريف اكيد كثير وندفع كمان حق مية. انا بدي اشوف شو قضيه مية بحمدون ليش مش عم توصل شو الاسباب. بحمدون الضايعه وبجاوبكم اذا الله راد. اوكي اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو تفضلي. بونجور مدام ريبيكا. بونجور معك مدام شرطوني. اهلا اهلا فيك. بليز بس بدي اقول لك انا مسكينة عين رماني. نعم. وسنة الماضي كانوا غلوا 50,000 على فاتورة المي. نعم. قالوا لمرة واحدة بس. لا ما في مرة واحدة. لا لا وقالوا انه عم يساعد لنساهم بالسدود في لحظة هي ما قالوها مره واحده. هي قالوا للمساهمه بالسدود بس ما كانت لمره واحده يعني رفعوها ما في شيء بيرفعوه بيرجعوا بيشيلوه بالدوله. بس عملوا شيء السنه انه قسطوها يعني اذا الناس ها 350 الف ليره اكثر يمكن صارت اللي مش قادر يدفعها دفعه واحده قسطوها للمواطنين. هذا اللي قدروا عملوه وساهموا فيه الى حد ما ويلي هلا ما استفاد من الاربع اقساط بيقدر هلا يقسطها قسطين عرفتي بيتوجه للأقرب مركز للمي وبيتفاهم معهم وبقصتها قسطين. هي لازم تلتغى بس ما في شيء بيحطوه بيرجعوا بيلغوه للأسف. بدها مجلس إدارة يرجع يعيد النظر فيها. صورة اليوم نشوفها سوا. صورة اليوم يعني هي مزعجة لأنه إنسانية محض. هو على سيارة إجرة كان عم يشتغل بكرامته كانت قنينة الأكسجين دايما حده موصول بجهازه التنفسي حتى يعيش ويعيش عائلته بكرامته ولكن للأسف حامد سليمان توفى. قديش هالصورة هيدي الإنسانية اليوم رح نسمع منها رح نشوفها رح نلمسها للأسف إذا ما تداركت الدولة وبلشت تفكر جدياً بهالناس اللي عم يعتاشوا بكرامتهم مش قادرين يكملوا عم يدفعوا حياتهم. طبعاً عم يدفعوا بحياتهم. هيدا الشيء كتير مؤلم إنسانياً. بعطيكم موعد نهار التنين دايماً عبر الام تي في. بتمنى لكم كمان فطر سعيد لكل اللبنانيين والمسلمين خصوصاً.